تعد هجرة العقول والكفاءات من بلدان الشرق الأوسط من أهم وأخطر المشاكل، فبدلاً من الاستفادة من هذه العقول والحفاظ عليها والإعلاء من شأنها، نرى الدول الغربية تقدم أفضل التسهيلات لكسب هذه العقول والاستفادة منها في بلدانها، حيث أن أغلب العقول من أبناء وشعوب المنطقة تهاجر بسبب عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. وفي المقابل فإن الدول المتقدمة تقدم لهذه الكفاءات العديد من التسهيلات مما يشجعهم على الهجرة إليها. لكن ماذا عن حق الأوطان والشعوب على ممن يعتبرون أنفسهم من أصحاب العقول النيرة والكفاءات؟ أليس لبلدانهم وشعوبهم حق عليهم؟ أليس من المفترض أن يرفعوا لواء التنوير حتى تصبح بلدانهم من الأوطان المتقدمة؟ تعاني بلدان الشرق الأوسط من مشاكل ومعضلات كبيرة، ومن ضمنها مشكلة هجرة الكفاءات، أي بمعنى آخر هجرة الأدمغة. وتنوعت الهجرات على امتداد الزمن واختلاف الأقوام والدول، منها ما كان فرديا ومنها ما كان جماعيا، حيث اختلفت مسبباتها وغاياتها. وتعتبر ظاهرة هجرة الكفاءات والأدمغة إحدى هذه الهجرات، وهي ظاهرة تجمع بين القدم والحداثة. وتعد هجرة العقول والكفاءات من بلدان الشرق الأوسط من أهم وأخطر المشاكل، فبدلا من الاستفادة من هذه العقول والحفاظ عليها والإعلاء من شأنها، نرى الدول الغربية تقدم أفضل التسهيلات لكسب هذه العقول والاستفادة منها في بلدانها، حيث أن أغلب العقول من أبناء وشعوب المنطقة تهاجر بسبب عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. وفي المقابل فإن الدول المتقدمة تقدم لهذه الكفاءات العديد من التسهيلات مما يشجعهم على الهجرة إليها. ويتجه أغلب المهاجرين نحو الدول الصناعية المتقدمة لأنها توفر لهم بيئة ملائمة لتطوير مهاراتهم عبر التدريب والتأهيل المستمر، إضافة إلى أنها تؤمن لهم ولأفراد أسرهم امتيازات مالية مجزية، وهي ظروف مفقودة إلى حد كبير في أوطانهم. يضاف إلى ذلك ضمان مناخات البحث العلمي والحرية الأكاديمية ومكافآت براءات البحث والاختراعات والسبق في تطوير نتائج البحث العلمي، ويندرج كل هذا ضمن عوامل جذب الكفاءات العلمية من بيئاتها الأصلية نحو الدول الصناعية المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا. لكن ماذا عن العوامل الإضافية التي تدفع بهذه العقول إلى الهجرة؟ فمن العوامل الرئيسية المعيقة لاستقرار الكفاءات في أوطانها انعدام الحريات والخوف من المشاركة الفعالة في الشأن العام وإبداء الرأي والنقد الإيجابي. وقد يصل الأمر إلى حد تشجيع بعض الدول على هجرة كفاءاتها إلى الخارج والدفع بهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نحو ذلك، حيث لا توفر المناخ العلمي الملائم لتلك الكفاءات، ولا تيسر مشاركتهم تلقائية في المؤتمرات العلمية، ولا الانخراط في المجموعات البحثية، وحتى إذا أتيح ذلك يكون في أغلب الأحيان تحت رقابة الأجهزة الأمنية والمخابراتية. ونتيجة لتلك الاعتبارات تتحول أغلب دول الشرق الأوسط إلى دول طاردة للكفاءات وغير مشجعة على نشاطاتها وفعاليتها. لكن ماذا عن حق الأوطان والشعوب على ممن يعتبر نفسه من أصحاب العقول النيرة والكفاءات؟ أليس لبلدانهم وشعوبهم حقا عليهم؟ أليس من المفترض أن يرفعوا لواء التنوير حتى تصبح بلدانهم من الأوطان المتقدمة؟ ولماذا كل هذه الأنانية والبحث عن الأنا؟ أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. أرحب بضيوفي حلقتي لليلة، معي من لندن دكتورة عبير الحيالي كاتبة وباحثة في العلوم السياسات والعلاقات الدولية، ومن باريس دكتور حسان فرج دكتوراه بالعلوم الدبلوماسية والاستراتيجية، ومن الرياض دكتور شاهر النهاري كاتب ومحلل سياسي. ضيوفي الكرام أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة الليلة من الطاولة المستديرة. دكتورة عبير، لو أبدأ سؤال حلقة الليلة من لدنك، حقيقة يعني هذا الألم، ألم هجرة العقول النيرة الذي يطارد دول وشعوب الشرق الأوسط، لو سألتك بشكل مباشر ما الذي يدفع بهذه العقول إلى التفكير بالهجرة ومن ثم اتخاذ قرار الهجرة والاختراب كما يقال؟
بداية اسمح لي أن أشكركم وأيضا زملائي الموجودين معكم الآن ومشاهديكم الكرام في كل مكان. في الحقيقة هناك مجموعة من الأسباب المعروفة لهجرة العقول أو حتى للهجرة نستطيع أن نقول بشكل عام. فعلى سبيل المثال الأسباب تتصدرها الأسباب الاقتصادية والسياسية. الإنسان في طبيعة الحال باحث بشكل مستمر عن الأفضل من الناحية الاقتصادية. يعني الإنسان عندما يجهد نفسه في سنوات عديدة من الدراسة على سبيل المثال، إذا ما تحدثنا هنا عن الأدمغة تحديدا، دائما ما يتوقع المقابل. في حال غياب الدعم الحكومي وغياب المقابل لهذا الإنسان طبعا يبحث عن الأفضل. الإنسان الذي يعتبر نفسه هو يستطيع تقديم الأكثر والأكثر دائما يحتاج إلى بيئة حاضنة لأفكاره، بيئة حاضنة، بيئة مؤمنة على الأقل من الناحية السياسية والاقتصادية. في دولنا على سبيل المثال إذا ما تحدثنا عن الشرق الأوسط خصوصا بعد عام 2010، إذا صح التعبير هنا وخصصت عام 2010، هناك سفارات بالكامل كانت تشترط خروج المواطنين الذين يحملون الشهادات العليا وبتخصصات محددة. هذه الدول على سبيل المثال استطاعت تقديم ما تحتاجه من هؤلاء وتسحبهم من دولهم في الوقت الذي ضحت بهم دولهم بالكامل بعد عناء. يعني كما تعرف أستاذ وعد وأنت يعني دارس في هذه المنطقة وتعرف تماما، الحكومات تقدم الدراسة في هذه الدول وكان يجب عليهم تقديم الحضن لهؤلاء فيما بعد لإعادة التعب مرة أخرى. ولكن عندما تكون باحث على سبيل المثال وتقدم وتستطيع اختراع شيء وتقدم بحثك إلى هذه الحكومات، يعني تدخل في بروتوكول له بداية وليس له نهاية من الأوراق إلى أن تصل إلى آخر ورقة، يعني تكون النسيت أيضا أين يدور بحثك. بينما في الدول المتقدمة بكل بساطة من الممكن أن تقدم أفكارك وتشرحها ومن يقوم بتبنيها إذا كانت أفكار بناءة، وإذا كانت على الأقل يوجد بصيص من الأمل هناك جامعات ومراكز أبحاث تقوم باحتضانك. هذا ما يغيب في دولنا. هذا طبعا بغض النظر عن الجانب انتشار العنف بعد عام 2010. انتشار العنف في بعض دول الشرق الأوسط أدى إلى هرب مجموعة كبيرة من من الناس بشكل عام بشكل جماعي. هناك دول استغلت هذا الهروب من الناحية السياسية كما حدث في على سبيل المثال بين تركيا وسوريا. خروج السوريين بأعداد كبيرة استطاعت تركيا أن تقيم شبه اقتصاد كامل على هؤلاء اللاجئين. دكتور حسان، في نفس الجزئية برأيك ومن وجهة نظر حضرتك، ما الذي يدفع بالعقول النيرة والكفاءات ذات الطاقة الطامحة إلى مغادرة أوطانها وترك شعوبها في ظلمات الجهل إن صحت التسمية هنا؟ أليس لبلدانهم وشعوبهم حق عليهم؟ دكتور حسان ماذا؟ أحيا لك ولضيوفك الكرام. جوابي بسيط وسريع. الانتهازية هي التي تقضي على العقول في بلادنا. وجود الانتهازية التي تصل وتتمتع بمواقع بشكل غير قانوني وغير طبيعي تقضي على العقول في بلادنا. لإعطاء المثال مثلا، تفضل. هناك جامعات في بلادنا يكون هناك مدير لهذه الجامعة يقول في إمكانياته الثقافية والعلمية وحتى قدرته على الإدارة عن أشخاص يكون هم جزء من هذه الجامعة، ويتم تحطيم هذا الشخص بشكل أو بآخر حتى لا يأخذ مكانه إن أراد فعلا أو استطاع أن يصل بإمكانياته الحقيقية. بهذا النوع من الانتهازية هو الذي يقضي على العقول ويجبر الكثير من هؤلاء المفكرين والعلماء والمهندسين والأطباء وإلى آخره إلى الخروج والهجرة. أضف إلى ذلك أنتم كما تفضلتم في المقدمة التي حدثتم فيها تكلمتم عن ظروف عديدة، الظروف السياسية والظروف الاجتماعية والظروف الاقتصادية والظروف حتى الثقافية. هناك أيضا ظروف أخرى وهي الحروب، يعني هذه الحروب التي بدأت تضرب في منطقة الشرق الأوسط جعلت عامل الاستقرار وهو العامل الأساسي للإنتاج وللإبداع أن تذهب الكثير من هذه العقول وتهاجر إلى خارج البلاد، ليس فقط العقول إنما رؤوس الأموال، وهناك الكثير المتعلمين طبعا القادرين على أن يساعدوا في بناء البلد وإلى آخره. أضف إلى ذلك هناك العامل طبعا الاستبدادي في هذه البلاد. العامل الاستبدادي لا يشجع على النقد،
والعقول بحاجة لأن تفكر بحرية تامة. إذا لم يكن هناك فعلا هناك بيئة حرة لا يمكن الإبداع، الإبداع لا يمكن له في الأماكن المستبدة. فهذا الإبداع بحاجة إلى حرية تامة للتعبير وللإنتاج وللدخول في حتى أعطاء الحلول للكثير من المشاكل. طبعا أنا لا أتكلم فقط عن المجال العلمي، وإنما هناك أيضا مجالات عديدة، مجالات التعليم، مجالات الإدارة، مجالات الثقافة، مجالات الزراعة، الهندسة، الطب إلى آخره. أضف إلى ذلك هناك عدم التشجيع على إيجاد مراكز بحوث في بلادنا. يعني مثلا إذا لم يكن هناك تشجيع مادي من البنوك إلى آخره، هناك لا يوجد عملية يعني متكاملة في البلد نفسها، يعني يكون لهذه المراكز البحوث عمل حقيقي تستطيع أن تستقطب العقول داخل البلد وتعطيهم طبعا الإمكانيات اللازمة لينتجوا ليعطوا حتى يعني نتائج واختراعات وإبداعات يستطيعون أن يساهموا في بيعها في داخل البلد أو خارجها. وهذه الأمور طبعا كثير مهمة جدا، الموضوع الأبحاث ومراكز الأبحاث. مراكز الأبحاث عادة في بلادنا محصورة في فقط في مجال الدولة، مركز بحوث واحد، لا يوجد هناك مراكز بحوث خاصة، لا يمكن هناك تشجيع لهذه المراكز البحوث. لكن المراكز البحوث بشكل عام بحاجة لأن تكون تعمل بحرية تامة، لكن بنفس الوقت هناك يجب أن يكون ضوابط. المشكلة أنه لا يوجد عندنا نقاش حقيقي في على مستوى الدولة، على مستوى المفكرين في الوطن لإيجاد هذا النوع من المراكز الأبحاث ولتنشيط عملها. نحن واثقون إن كان يوم جاء يوم وأصبحت سوريا دولة ديمقراطية حقيقية، فسأل أعطي مثال سوري، الكثير من العقول ستعود إلى سوريا وستساهم في بناء البلد بشكل أو بآخر. خلينا بجزئية ما بعدين. نعم تفضل. تفضل. لا يمكن أن ننتقد الدول العربية بشكل عام، هناك دولة تستقطب العقول ليس فقط العربية وإنما الأجنبية أيضا، وهي دولة الإمارات، واستطاعت أن تعمل بشكل حثيث على هذا المجال. وتذكرنا بالماضي الذي قامت فيه الدول، كم كانت الدولة الأموية في الأندلس أو الدولة الأموية في دمشق أو في بغداد الدولة العباسية. لقد كان هناك عملية استقطاب للعقول الأجنبية ليس فقط لي. طيب سنحاول معرفة الأسباب التي من الممكن أن تكون عوامل استقطاب لعقول نيرة. دكتور شاهر، يعني مسألة بداية خليني أطرح عليك نفس الجزئية، أسباب الهجرة إن كانت هجرة الأدمغة كما يقال أو حتى الهجرة الإنسانية العادية، ما هي، ما أسبابها، كيف تصنفها، كيف تراها حضرتك، هل أنت معها ضدها، وماذا عن خصوصية دول الخليج، هل فقط الجانب المادي هو من يدفع بالعقول إلى المغادرة أم هناك أسباب أخرى كثيرة؟ دكتور شاهر مساء الخير عليك أخي وعلى ضيوفك الكرام. يعني أنتم حقيقة أثريتم جزءا من هذا المنظور، ولكني أنا أنظر للموضوع بشكل مختلف. تعليمنا من الأساس غير موجود بالشكل المنطقي العلمي. نحن حقيقة في تعليمنا في الدول العربية ككل نبتعد كثيرا عن العلوم الحقيقية الإنسانية، لذلك لا تجد في الجامعات إلا من ندر أن يثبت نفسه كعالم أو كشخص له علاقة بالعلوم الإنسانية الأخرى. لذلك يعني أنا أعتقد الظروف السيئة أيضا في الدول العربية عموما هي ما يدفع العربي إلى الذهاب للبحث عن هوايته، للبحث عن ما يريد أن ينتجه للإنسانية، لا يريد أن يعيش في مكتب أو في إدارة عفى عليها الدهر، أو أن يوضع في منصب إداريا لا علاقة له بما يعني ما يفكر فيه. أخي الكريم تكلم عن الإمارات، ونحن حقيقة في الخليج لدينا عدد ضخم من الجامعات، ولكن أنا أقول لك وبكل صراحة أن هذه الجامعات لا تعطي يعني العبقري أو الشخص الذي يريد أن يشق العلوم أي مجال واضح في هذا الأشياء. هم يريدون عبارة عن صور، يريدون دعايات، ولكن لا يوجد تأسيس حقيقي لمختبرات، لمعامل، لمراكز بحوث
ودوما دوما تطغى علينا ثقافة الغيبيات وثقافة السياسة التي حقيقة تبتعد كثيرا عن العلم وتبتعد كثيرا عن يعني محاولة بناء الثقافات و أيضا الصناعات بين الشباب في الصغر، بحيث أنهم يجدون نفسهم في أجواء تسمح لهم بأن ينتجوا. عندما يهربون منا فهم يذهبون إلى دول تحترمهم وتضعهم في المكان المناسب، وبالعكس هي تعطيهم ما يريدون من ماديات. ليس هذا وضع يعني قد يكون تفاقم من بعد سنة 2010، ولكن الموضوع منذ الأزل كان كذلك. يعني لو نظرنا إلى المهجر ومن هربوا إليه في تلك الفترة، مما هربوا؟ هربوا من الظروف السيئة في الدول العربية، هربوا من السياسة التي كل يوم لها يعني خاطر ولها جانب. العلماء الكبار الذين وصلوا إلى ناسا أو إلى أحد المعاهد كزويل وكأسامة بن باز وغيرهم، انظر لم يجدوا أي نوع من الدعم أو التواجد في بلدهم، لذلك ذهبوا إلى الدول التي تحترمهم وتعطيهم القدر وتبعدهم من جميع أنواع الثقافة ما عدا الجزئية التي يبدع فيها. فأنا أعتقد أن ذلك حافز للجميع أن يذهب إلى هناك. حتى في دول الخليج كثير من العلماء وكثير ممن يفكرون في إنتاج شيئا مفيدا لبلدانهم لا يجدونه حقيقة. هم يريدون الذهاب إلى الخارج. لماذا؟ لأنه لا يريد كرسيا ومنصبا ودعايات تقال عنه أنه فعل وأنه فعل. والجامعات حقيقة كثيرة، ولكن العدة في الليمون أخي وعد. لا يوجد شيئا مؤسسا علميا بحيث أن الإنسان المبدع يقول سأعمل جهدي للبقاء في بلدي حتى أذهب إلى هذا المكان. وهذا لا أريد أن أكون أسودا طوال الكلام، ولكن قد يوجد أشياء بسيطة ولكنها غير مشجعة بالوضع الذي نعيش فيه، خصوصا في الخليج. نحن في الخليج دول غنية، نصرف على من يأتي من الخارج مبالغ يمكنها أن تقيم يعني جامعات ومراكز بحوث حقيقية وليست مجرد مباني. فأنا أعتقد أن هنالك خللا في التفكير العربي ككل، وأنه هذه الأيام يتفاقم مع كثرة من يهربون إلى أوروبا ويهربون إلى أي مكان يلمهم ويحاول أو يستطيع أن يعمل لهم نوعا من الترقي والتواجد العلمي في حياتهم. يعني طرحك خطر على بالي وانت عم تحكي مصطلح عقدة الخواجة في ظل إشارتك إلى مسألة صرف مبالغ كبيرة على شخص يأتي من الخارج. يعني هذه الجزئية ضرورية جدا. دكتورة عبير، هل بالفعل هذا الانطباع الشامل والمنتشر بين الناس بأن أوروبا هي الخلاص وأن كل شيء فيها سهل وأنها حالة وردية دائما ومطلقا، هل هذا الأمر موجود إلى حد كبير من الواقع أم هناك مبالغة دكتورة عبير؟ يعني من المهم جدا، سؤالك مهم جدا جدا، لأن كثير من يعني من الناس يسألون هذا السؤال. هل فعلا أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى أستراليا أو كندا أو أيا كانت الدولة المختارة هنا كنموذج للحديث، هل فعلا هذه الدول تحمل الصفات الوردية ويعني تسهل الأمور؟ لا على الأطلاق. هذه الدول يعني الإنسان يحمل معه الكثير من التعب ليصل إلى نقطة محددة لديهم. أنا على سبيل المثال ألتقي بالعديد من الأشخاص القادمين من الشرق الأوسط، في الحقيقة هم يستحقون التقدير من الناحية العلمية ويستحقون أن يعني يكونوا في مناصب أكاديمية جيدة، ولكن بسبب العديد من الظروف التي الموجودة في هذه الدول تحرمهم من هذه الفرص. هناك على سبيل المثال مجموعة كبيرة من الصحفيين الذين لا يجدون الفرص الحقيقية في أوروبا، وأنا أعرف يعني العديد من الزملاء خريجين جامعات بريطانية ويحملون شهادات عليا على سبيل المثال في الأبحاث المتخصصة في الكيمياء فلنقل، وذهبوا إلى الخليج تم استثمارهم بطريقة عكسية هنا. يعني هم خرجوا من أوروبا ووجدوا فرصهم على سبيل المثال في بعض الدول الخليجية فلنقل قطر،
خليني أحدد هون قطر. قطر أخذت مجموعة كبيرة من الباحثين واستثمرتهم في الدوحة، ولذلك لا يجد دائما هذا الحالم بين قوسين فرصته في أوروبا، ولكن إذا كانت لديه فرصة للحصول على شيء ما أو لتقديم شيء ما في أوروبا فلنقل 20 أو 30%، هذه الفرصة مفقودة تماما في دولنا. في دولنا الباحث والأكاديمي ينتهي به الأمر في أحد مراكز الأبحاث التي لا تقدم الكثير، والتي غالبا تسيطر عليها الحكومات بشكل مباشر حتى على نوع الدراسات الذي يقدم فيها، أو ينتهي به المطاف في إحدى الجامعات ليحضر محاضراته، وعندما يصل إلى سن 50 يصل مكتئبا لأنه لم يستطع الوصول إلى الباحث الذي كان يحلم به في البداية. ولكن في المقابل في أوروبا أيضا هناك العديد ممن لم يحصلون على الفرص. هذه الدول تحتاج إلى مقاتل حقيقي ليحصل على فرصته، بالإضافة إلى أن بعكس ما يقول الكثيرون عن أن الحقوق متوفرة هنا ليست بالصورة المثالية والوردية. على سبيل المثال أحيانا الدين يلعب دوره في عدم حصول الإنسان على فرصة، العمر وكذلك الخبرات والخلفيات الثقافية التي أتى منها والدول التي أتى منها. أيضا في هذه الدول هناك مجموعة من العوائق، ولكن بالمقابل هناك مجموعة من التسهيلات التي تسمح له بتطوير نفسه بشكل أو بآخر، حتى ولو كان لا يتقاضى مبالغ كبيرة من المال، ولكن هو يستطيع تطوير نفسه بشكل مباشر. نحن هنا لا نستطيع المقارنة حقيقة. هنا يوجد فرصة في أوروبا أو في الغرب بشكل عام. الإنسان يبقى إنسان، حقه في تطوير نفسه، حقه في الحصول على المعلومات، حقه في التعبير عن رأيه في هذه المعلومات. عندما أكون باحث أنا ولدي فكرة محددة أو أصل إلى نتائج محددة ويكون لدي الحق في في قولها بكل حرية وبدون تحفظ، هنا النقطة المهمة. في دولنا يوجد الكثير من التحفظ، يوجد كثير من الأشياء والخطوط الحمراء التي لا يستطيع أن يتجاوزها، ولذلك تبقى طبعا الفرص موجودة في الغرب أكثر من الشرق الأوسط. ولكن هل أن عندما يقدم هذا الشاب أو هذا الإنسان من دولته سيجد البساط الأحمر ممدود له ويستطيع ممارسة ما يريد من الأبحاث على الإطلاق؟ هو مشوار طويل، ربما يصل إلى سنوات طويلة جدا، وربما يصل وربما لا يصل. دكتور حسان، في نفس الجزئية، سلبيات الهجرة، هجرة الأدمغة والعقول من الشرق الأوسط إلى البلدان، إن كانت البلدان الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى أستراليا، ما هي دكتور حسان؟ في الدول المتقدمة هناك منافسة كبيرة على جميع المستويات. المنافسة تبدأ من بعد الحصول على الشهادات العليا والبحث عن العمل. هذه المرحلة تعتبر من أصعب المراحل في البداية حتى يدخل فيها الطالب العربي إلى المجال العلمي أو المجال العمل بشكل مباشر. لكن هذا الموضوع ليس بالمستحيل. على سبيل المثال في فرنسا عندك 6000 طبيب سوري، معظمهم من الأطباء الناجحين ورؤساء أقسام في المستشفيات الفرنسية، وأنا كنت مدير مستشفى طبعاً وأعرف ذلك بشكل حقيقي، بأنه الأطباء السوريين ناجحين بهذا المجال. مع الأسف نحن في سوريا أكثر ما ننتج دائما هم الأطباء، باعتبار الطالب الذي يأخذ العلامات العليا لازم يصير طبيب، لا ما بيصير مهندس، بيصير مهندس درجة ثانية ولا ثالثة إلى آخره. المهندسين موجودين طبعا لا شك، معظم المهندسين يذهبون إلى دول الخليج، لا يستقرون في فرنسا، لأن فرنسا بالمعاشات أو الإمكانيات التي تعطي للمهندسين قليلة، فلذلك هناك عملية ذهاب أو عودة إلى دول الخليج لأن تعطي معاشات أعلى وأكبر، وهناك طلب على المهندسين خاصة في مجال الأعمار. موضوع التكنولوجيا المتطورة طبعا، هناك القليل من العرب يتجهون لهذا هذه المجالات، طبعا تبقى معاشاتهم قليلة في أوروبا، ليس هناك فعلا عملية دفع أموال لهذا المجال، لكن إذا في عنا المراكز الأبحاث الموجودة في الولايات المتحدة تدفع بشكل كبير للباحثين وتشجع
إذا طبعا إذا كان هناك عملية اختراع وبراءات اختراع إلى آخره يكون هناك طبعا في نزاع حقيقي لهذه العقود. أعود مرة أخرى، نحن في مجتمعات ماذا ينقصنا؟ نحن ينقصنا في مجتمعاتنا أن يكون هناك فعلا تطور على جميع المستويات. هذا التطور يجب أن يكون على المجالات التي تتعلق في الصناعة وتتعلق في الإدارة وتتعلق في كل التدريبات، هي بحاجة لأن تكون الأساس لاستقطاب العقود. نحن بحاجة الآن يعني لنعرف إذا تنقصنا المرض وعرفنا السبب هجبت العقول يمكن أن نجد الحلول لهذا الأمور. نحن في بلادنا يعني عندنا دائما هناك عملية سطوة الدولة على موضوع الأبحاث بشكل أن يكون هناك أبحاث تتعلق في الأمور العسكرية أو أبحاث مغطية يعني تجارية على مستوى الأدوية أو الصناعات البسيطة. لم نشجع حتى الآن، لم تشجع الدول في الشرق الأوسط على الصناعات المتطورة أو المتقدمة التي تتعلق بالتكنولوجيا الإلكترونيات وإلى آخره التي رفعت الكثير من اقتصاديات الدول الآسيوية. هذا الموضوع طبعا مع الأسف لم يناقش في بلادنا بشكل صحيح ولم يكن هناك فعلا عملية للدفع بهذا الاتجاه. أضف إلى ذلك أن في بلادنا طبعا اليد العاملة تعتبر بشكل عام رخيصة حتى مقارنة بالدول الآسيوية. فنحن الآن في أمام يعني في أمام فرصة تاريخية لأن يكون هناك فعلا تنشيط لهذه الدول واستقطاب ليس فقط العقول وإنما استقطاب الشركات الضخمة للاستثمار. يعني الشركات الضخمة هي التي تستقطب العقول وهي التي توظفها. فنحن بحاجة لهذا الاستقطاب إذا كنا فعلا نريد أن يكون هناك فعلا تطور حقيقي لبلدنا. إذا كان هناك استقطاب سنجد أن هناك عودة كبيرة لكل العقول الموجودة في الخارج. بالنسبة لتكلم عن الوضع السوري، وهذه العقول سوف تساهم فعلا في بناء دولة حضارية حقيقية لأن هذه العقول موجودة وموزعة بكل العالم. فقط ننتظر الفرصة أن يكون فعلا جو حقيقي ديمقراطي يفتح المجال لهذه العقول أن يعني تعمل بكل حرية وبكل طبعا حماية يعني ببيئة آمنة، فهذا يفتح المجال فعلا للتطور. نحن بحاجة في حقيقة على جميع المستويات عندنا ديمقراطية حقيقية. عدم وجود الديمقراطية هو الذي يعرقل كل أي عملية تطور ويعرقل حتى عودة العقول إلى بلادنا. طيب، في الوقت الحالي سنخصص 20 دقيقة القادمة حول جزئية الأمانة التي تقع على كاهل العقول النيرة أو الكفاءات الطامحة تجاه شعوبهم وبلادهم. دكتور شاهر النهاري، في هذه الجزئية كيف يمكن أن نضع كل هذه الأمور في سلة واحدة كما يقال، سلبية الهجرة، مسألة حقوق والشعوب والأوطان على من يعتبر نفسه من أصحاب العقول النيرة أو الأدماغ المهاجرة والطامحة؟ دكتور شاهر، دعني في الأول أخي وعد يعني أرد على الأخت عبير والتي نقلتنا إلى موضوع آخر يعني بالمطلق. عندما تكلمت عن الصحفيين، نحن حقيقة لدينا الآلاف منهم ولا يعني يخصنا أن يكونوا موجودين أو أن يذهبوا، وكون قطر تستقطبهم فقد تكون ليس لديها صحفيين، ولكن هذا لا يصب في العلم ولا يصب في المعرفة ولا يصب في تطوير الصناعات في البلد وخصوصا الصناعات التكنولوجية والطب والفيزياء والكيمياء، وهذه ما توقعت أن الحلقة عنها. إنما الصحفيين من السهولة جدا أن تقوم ببرمجتهم وإعطائهم أيديولوجيا وإعطائهم سياسة جديدة حتى يتكلموا بالشيء التي أو الذي تريد أنت أن يتكلموا فيه. لذلك أنا أعتقد أن هذا خارج موضوعنا. نعود مرة ثانية إلى العلم وإلى المعرفة. أنا أعتقد أن من يرحل وخصوصا من يرحل يعني معرفة ويقوم بمراسلة إحدى الجامعات وأخذ يعني مكانا له ويذهب إلى أوروبا أو إلى أمريكا أو إلى أستراليا أو غيرها، أنه يقوم بعمل شجاع جدا في
ذاته وفي الإنسانية ككل. الإنسانية تحتاج مثل هذه العلوم، تحتاج مثل هذه البحوث. لذلك هو يعرف أنه لو بقي في بلدان الدول العربية فسيكون في آخرة عمره لا شيء مطلقا. فأنا أشجع حقيقة على الهجرة، أشجع جميع من لديه شيئا علميا تكنولوجيا طبيا أي اختراع يستطيع من خلاله أن يساعد البشرية، من واجبه أن يحاول أن يخرج من الدول العربية. طيب دكتور شاهر، قد يقول لك الأقارب أو الأقرباء أولى بالمعروف. طيب إذا فضيت هذه الأوطان والبلدان من هذه الأدمغة والعقول، إذن مجتمعاتهم ستبقى في حالة ظلام مدقع، إن صح الوصف هنا، أو في حال يعني تفضل كيف إذا فهمت. يا سيدي، أنا طبيب وأنا أعرف ماذا يحدث في المستشفيات، وأعرف ماذا يحدث في الهجرات، وأعرف أن هنالك من الدول الخليجية كثير من العقول تفضل أن لا تكون هنا. نحن يجب أن نناقش هذه القضية بعقلانية وليس بتحيز في منطقة أو أخرى. جميل. جامعاتنا ليست ذات قدرة على إنتاج شيئا يلفت نظر العالم. جامعاتنا يعني مؤدلجة، لا يعني إذا ذهبت من السياسة فهي لن تذهب عن الغيبيات وعن المفاهيم الغريبة. أنا أعتقد أن من لديه علم ويريد أن يفيد العالم ويفيد نفسه أن لا يتردد في الخروج. أنا لا أتكلم عن شخص حرفي أو شخص يمتلك مهنة صحافة أو غيرها، أنا أتكلم عن العقول التي من شأنها أن تصل بالبشرية في يوم من الأيام إلى مناطق بعيدة جدا. فأنا يعني مع كل من يفكر في الخروج، لأنه دكتور شاهر يبدو أني فقدت الاتصال مع الدكتور شاهر. دكتور شاهر يبدو أني فقدت الاتصال للأسف مع الدكتور شاهر. دكتورة عبير، في نفس الجزئية، يعني مسألة المحافظة على العقول والأدمغة، ما هي التوصيات التي أو الجهات التي يجب مخاطبتها فعلا لنقل هذه البلدان من هذه الحالة الضبابية أو السوداء إلى بر الأمان من خلال تطوير العلوم ووعي الشعوب، دعينا نقول، أو خدمة الشعوب في مسائل عديدة وكثيرة؟ يعني حتى نصل إلى ما تفضلت به، هي علاقة متبادلة تماما بين الإنسان وبين الدولة، بين المواطن وبين الدولة، هي علاقة تبادلية يربطها الكثير من التشابكات إذا صح التعبير هنا. لأن لا يمكن أن تطلب أنت من الباحث أيا كان صفته أن يبقى في مكان غير مناسب له، ولكن أنا أعتقد أن على الحكومات العمل بشكل حثيث من أجل إيجاد حماية وبيئة حاضنة وبيئة جيدة لهذا الباحث. ولكن هل أصلا حكومات الشرق الأوسط تعي خطورة هجرة الأدمغة أيا كانت بين قوسين هنا؟ لأنه يعني ستعطيني دقيقة للرد على زميلي. بعطيكي بس استني شوي، طولي بالك لكي الطبيب والمهندس. دكتورة عبير بدك طولي بالك مشان يكون معنا، لأنه بعده ما جهز معنا، فقدنا الاتصال وعم نحاول نتواصل. تفضلي كيف. نعم، فهي عبارة عن علاقة جميلة تبادلية، ولكن الحكومات في الشرق الأوسط لا تعي خطورة هذا الكلام. لا يهمها كثيرا هنا إن غادر طبيب أو مهندس أو بين معترضتين أيضا صحفي أو إعلامي أو أيا كان هذا العقل المفكر. الحكومات هنا لا تقيم هؤلاء، ولذلك يعني في غياب فرص إيجاد حلول لهؤلاء دائما يبحثون عن المكان الآخر، المكان الذي هو يعتبره الأفضل، ولكن هذا المكان ربما يكون أفضل وربما لا يكون أفضل. هناك في هذه الحالة تربط الإنسان بوطنه فقط العواطف والمشاعر. الإنسان في طبيعته البشرية هو دائما باحث عن الأفضل، وهذا حق إنساني. يعني الهجرة ليست حديثة وليست حديث اليوم، منذ خلق الإنسان، الإنسان مهاجر إلى الأفضل والإنسان يبحث عن الأفضل. فهنا الحقيقة الإشكالية تقع على
يعني على عاتق الحكومات بعملية صحوة حقيقية وقيام بدراسات حقيقية بأهمية غياب هذه النخبة داخل المجتمع، في أهمية غياب هذه الشريحة، إفراغ المجتمع من هذه الشريحة، مدى خطورتها، كيف يمكن علاجها. ولكن أنا يعني بشكل شخصي أنا لا يعني أنا لست سوداوية هنا على الإطلاق، ولكن أنا أعتقد أن يعني ما نتحدث عنه من إيجاد حلول عن طريق الحكومات لهؤلاء يعني بعد كما نقول بالعامية بعد السماء عن الأرض، لأن الحكومات بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط بعيدة تماما عن هذا التفكير، ولذلك يصعب عليهم إيجاد حلول. أنا مثلا إذا سألتني أقول لك قبل 2010 كانت الأمور أفضل للباحثين في الدول العربية وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ولكن الآن بعد عام 2010 هناك العديد منهم فعلا غادروا وفعلا لم يجدوا فرصهم وضاعت الفرص في المكانين. ولذلك الموضوع يقع أنا من وجهة نظري على عاتق الحكومات بالكامل بإيجاد بيئة حقيقية حاضنة لهؤلاء وأفكارهم، بيئة مؤمنة من الناحية السياسية والاقتصادية. أنا هنا أحدد السياسية والاقتصادية، غياب الأمن يغيب هؤلاء، غياب الناحية الاقتصادية يغيب هؤلاء. يعني بالنتيجة أنا سمعتها من أكثر من شخص أن هذه الأبحاث لا تطعم أولادي، ولذلك هو دائما يبحث عن الأفضل من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. يعني أنا دائما بطرحي بكون جريء وشجاع وشفاف وصاحب أمانة. هناك من حملني كلام مفاده بأن كل من يخرج خارج الوطن أو أوطانهم تلاحقه صفة الجبن، بأنه جبان يترك هذه الشعوب لمصير أسود. ودكتور شاهر صار معنا ويبدو كلامي كمان مو عاجبه، عم يهز براسه. ففيك تعقبي على جزئية اللي كنت حابة تعقبي عليها كمان. لا، هي الجزئية غياب أنا تحدثت هنا، أنا قصدت الهجرة العكسية وأخذت مثال على سبيل المثال قطر، ولكن يبدو أن زميلي متحسس من فكرة قطر. أنا أتحدث هنا عن علماء في الكيمياء ولم أتحدث عن الصحفيين، ولكن في الجزء الذي يخص الصحفيين يا دكتور، الصحفي والإعلامي هو من يعكس صورة المجتمع، الصحفي والإعلامي هو من يؤرخ ماذا يحدث، المؤرخ هو عالم والصحفي هو عالم، والإعلامي هو بشكل أو بآخر مجتهد وبشكل أو بآخر يعكس صورة حقيقية، هو يتوقف عند مشاكل الإنسان. لولا الإعلامي ما تحدثنا اليوم نحن عن مشاكل الهجرة. إذن الإعلامي له دور، النابغة ليس محصور فقط في الطبيب والمهندس، مع احترامي للجميع، وليس في الدكتور الجامعي على الإطلاق. أنا جامعية وأعرف ما أتحدث به، يعني العديد منهم فقط يحملون الشهادات لأجل حمل الشهادة، وإذا خصصت هنا يعني الطلاب الذين يخرجون ويقاتلون كما تفضلت من الخليج العربي، فلدينا منهم الكثير هنا، ولكن أين النوابغ بهم؟ أين الباحثين بهم؟ هؤلاء حصلوا على الفرصة في أوروبا وعلى حساب حكومات، بس ما أنتجوا شيء، ما أعطونا شيء، ما قدموا لنا شيء. إذن لا يمكن أن نقول أن هذا الصحفي هو يمكن يعني برمجته، هو ليس آلة، والإعلامي ليس آلة، والمؤرخ ليس آلة على الإطلاق. هذا الصحفي إن لم يكن مبدع من الأساس لن يبدع، الإعلامي إذا ما أبدع من الأساس لن يبدع. أنت تزيد من ثقافته، أنت تنمي مواهبه، ولكن إنه إحنا نبرمجه لا يمكن برمجة إنسان. ولذلك أنت تجد صحفي ناجح وصحفي فاشل، وتجد شخص يعني تعود إلى مقالاته من ألف عام لتقرأها ماذا كتب في بعض كتاباته، وتجد يعني الآن ناس نقرأ لهم وكأننا لم نقرأ لهم. إذن هي عملية ليس فقط أنه أنت عم بتبرمجه، أنا عم حطه على الجهاز عم طلعه صحفي على الإطلاق. طيب أنا دكتور شاهر رميتنا بحجارك، أنا ما عقبت لسه، بس إجي لعندك أنا بستلمك بعد الدكتور عبير إذا بتسمح لي بعدين. دكتور حسان، جزئية ما المطلوب من الحكومات في بلدان الشرق الأوسط حتى تحافظ على الأدمغة الموجودة في أوطانها؟ عزيزي، أنا حابب ألفت نظر أنه في بلداننا ينقصنا المشروع الوطني أول شيء. نقطة أخرى، عندنا مشكلة الشخص المناسب في المكان المناسب. صحيح. الثالث هي موضوع الحاجة أم الاختراع. الحاجة موجودة للاختراع، الإمكانيات موجودة للاختراع، لكن هناك عملية عوائق
موجودة بسبب التركيبة الانتهازية التي تولد الأنظمة الاستبدادية. عملية المحسوبيات هي التي تقضي على العقول وتقضي على الترقي الوقوف في المراصد في الأماكن لإيجاد إنسان مناسب في المكان المناسب. هذه نقطة حساسة جدا ومهمة جدا. إذا لم يستطع إنسان أن يكون في بلده يعرف تماما أنه بسبب جهوده يستطيع أن يصل إلى المراكز العليا ليقوم بالعمل الذي يستحق أن يقوم به، فهذه العملية محبطة جدا، وهذا الإحباط يدفع الإنسان إلى الهجرة. لذلك لا يجب أن يكون هناك عملية عكسية لهذا الموضوع. الاعتماد على فقط على القيادات الحكيمة، لا يوجد هناك قيادات حكيمة، لأنه أي عمل في أي مجتمع يجب أن يكون في هناك رقابة حقيقية على العمل الجيد والعمل الصحيح، وهذه الرقابة لا يمكن أن تتم إلا من خلال النقد، وهذا النقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مجالس نواب حقيقية منتخبة من الشعب، ويكون هناك فعلا انتخاب لشخصيات يعني متمكنة وقادرة وتعرف مصلحة البلد وتعرف كيف تضع الأمور يعني النقاط على الحروف فيما يتعلق في موضوع التطور والبناء. أضف إلى أن اليوم نحن في عالم مادي بشكل يعني مبني على العولمة، فهنا التكنولوجيا الآن يعني أصبحت على متناول الجميع، فيمكننا النهوض في بلدنا بشكل سريع، ويمكننا يعني أن نكرر التجارب التي قامت بها دول الشرق آسيا من خلال الدخول فعلا في مجالات من الصناعة والتكنولوجيا المتطورة والمتقدمة في البناء ولرفع مستوى المعيشة في بلدنا. يعني حقيقة إذا فعلا فكرنا بشكل لاستقطاب العقول يجب أن نستقطب أيضا رؤوس الأموال، وهذه هي بداية الإعمار حقيقة. الآن يتكلمون عن الإعمار بعد الدمار الذي حدث، هذا الإعمار لن يتم إذا لم يكن هناك فعلا بيئة آمنة، وأعيد وأكرر البيئة الآمنة ضرورية جدا، وهذه البيئة التي يمكن أن تتم إلا من خلال جو ديمقراطي حقيقي يسمح لحرية التعبير ويكون هناك حماية للمواطن. الأهم شيء أن يكون المواطن محمي، يعني مثلا أي رجل علم يتقدم بنقد معين وبشكل موضوعي يجب أن لا يكون مصيره السجن أو التهجير أو القتل إلى آخره، وهذا ما يحدث في بلداننا مع الأسف. فلذلك نحن الآن بحاجة إلى محاربة منظومة خطيرة الآن في بلداننا، وهي منظومة الفساد. هذه المنظومة متشابكة وهذه الشبكات قوية جدا، لذلك لابد من يعني محاربتها من خلال الاستعانة بالعقول، الاستعانة بالشخصيات النظيفة التي باستطاعتها أن تبني فعلا بلدان على الشكل الصحيح، وهذا لن يتم إلا من خلال وجود عملية ديمقراطية حقيقة في بلداننا. عدم وجود هذه الديمقراطية هو الذي يعني يؤخرنا ويجعلنا دائما في مصاف الدول المتأخرة في العالم اليوم مع الأسف. دكتور شاهر، إذا حابب تكفي فكرتك لأنه فصل النت، ما عندك مشكلة، أو بتحب أنا أطرح عليك سؤال أو رأي كونك عرشت على مسألة الصحفيين ورميتني بحجارك مثل ما بيقولوا، يعني مسألة الإعلام هي مسألة في غاية الضرورة، وأنت سيد العارفين، يعني الإعلامي هو من يحارب الفساد، وهو من يحارب التخلف، وهو من يسلط الأضواء على قضايا مصيرية تهم وجدان وانتماءات الشعوب ومشاكلهم. يعني مسألة للإعلامي دور كبير في تنوير المجتمعات حقيقة، يعني وكل شيء يتم طرحه وكشفه من خلال الإعلام، وليس كل إعلام هو إعلام أيديولوجي أو يجب أن يقوم المعد أو الإعلامي بطرح قضايا فقط تخص أيديولوجية معينة. يعني على سبيل المثال، وأنا شاهدت في الطاولة المستديرة مجروحة، في الطاولة المستديرة لا أحد يتدخل في مسألة كيفية طرح الموضوع أو طرح الأسئلة، يعني من باب الذكر لا الحصر كما يقال. في هذه الجزئية لا نريد أن نظلم أي أحد أو أي صحفي على وجه الخصوص، قد يكون هناك أقلام مأجورة، ولكن منبر الطاولة المستديرة وقناة اليوم هي منبر لكل الأحرار. دكتور شاهر تفضل. نعم، أنا طبعا أحيي كل الصحفيين وكل الإعلاميين طالما هم يقومون بوظيفة يعني رفع مستوى الثقافة في الشعوب. أنا أتكلم عن من يأتون من خارج البلد، يعني عندما قطر تأتي بأفضل العقول في الصحافة من خارج قطر وتوظفهم، هي توظفهم بالتالي لتأكيد يعني ما تريد أن تقوله. وحقيقة يعني نحن نتذكر الثورات العربية التي حدثت في الربيع الذي قالوا عنه
يعني كان لها مشعلين من هؤلاء الذين لا يمتون للبلدان التي كانوا يتكلمون عنها بصلة. فأنا أعتقد أن هذا أصلا بعيد عن كلامنا، لأن كنا في البداية نتكلم عن العلم والعلوم، كنا نتكلم عن المعارف الإنسانية التي ترفع الشعوب إذا ما هي استمرت فيها. ولكن الصحفي يأتي ويذهب، أخي وعد، وبدل صحفي بيجي لي واحد ثاني يقول نفس الكلام، لن أجد فرقا في ذلك. لكن عندما أتكلم عن أبناء الوطن والتي عرجت عليهم الأخت عبير وشطبتهم كلية لدينا أكثر من حوالي 200,000 سعودي يدرسون في الخارج، وشطبتهم بكلمة أنهم لم يثمروا ولم يعطوا شيئا، لا، هذا الكلام فيه إجحاف كثير يا أخت عبير. ومن يأتون للوطن منهم ومن يقومون بأعمال نحن نقدرها، ولكننا نتكلم عن نهايتهم، ما الذي يحدث لهم بعد؟ يعني لدينا كثيرات أخذوا يعني جائزة نوبل في العلوم، ما الذي يحدث لهم عندما يعودون للبلدان؟ يصبحون على مناصب وعلى كراسي بعيدة جدا عن المختبرات، وهذه هي الثغرة، ليس فقط في دول الخليج ولكن حتى في مصر. نحن نعرف زويل عندما ذهب هناك وأخذ يعني جائزة النوبل ثم عاد إلى مصر، ما الذي فعله في مصر؟ لم يفعل شيئا. لماذا؟ لأن البنية التحتية غير مهيئة للعلم ولا للعلماء، وهؤلاء هم من نتكلم عنهم وليس الصحفيين الذي من الممكن أن تضعه في أي مكان وسيقوم بالدور. طيب دكتورة عبير، أعطيني تعقيب أخير حتى أذهب إلى باقي الضيوف. على الأطلاق لا يمكن، لا يمكن للصحفي أن يعوض عنه. الصحفي لديه الكثير من النبوغ، الصحفي الذي يخلق فكرة جديدة، كيف يمكن أن نقارنه بأي صحفي؟ لا يمكن على الأطلاق. في صحفي بيطلع بيحكي كلمتين حافظهم، وفي صحفي يبتكر ويجتهد، وفي صحفي يعني يقوم بدراسات اجتماعية. هذه هي العلوم الإنسانية بغض النظر عن التخصص. أنا هنا لم أقف عند التخصص، أنا أقف عند يعني فئة محددة، الإعلامي والصحفي والطبيب والمهندس والفيزيائي والكيميائي، كلهم مكملين لمجتمع واحد. لا يمكن أن يكون هذا عالم وهذا لا، ولكن هذا عالم لأنه يدرس العلوم، وهذا نابغة لأنه يدرس العلوم الإنسانية. كلهم مهم وكلهم لديه دوره في بناء المجتمعات. لا يمكن أن يكون مجتمع صالح وقويم بدون هذا أو ذاك. لا يمكن أن يكون لدينا مجتمع صحي بدون الطبيب، ولا يمكن أن يكون لدينا مجتمع سليم بدون الصحفي والإعلامي. أنا أتحدث هنا، أنا لم أشطب الطلاب وتحدثت عن الطلاب من الخليج العربي ولم أخص المملكة، ولكن أنا لم أتحدث عنهم بهذا الشكل. أنا قلت لما أنه ما وجدنا كثير منهم، يعني أنا ما طلع عندي كثير أسماء نبغوا بعد هذه الدراسات والتكاليف من الحكومة، لأن لا يوجد بيئة حاضنة في الحقيقة. بالنتيجة هؤلاء الطلاب يعودون إلى أماكنهم. ففي نهاية المطاف أنا لا أختلف مع زميلي إلا في هذه الجزئية. الصحفي الجيد لا يمكن أن يتكرر، الكلمة الحرة لا يمكن أن تتكرر، الإنسان الجريء، الصحفي الجريء الذي يقول ما يريده ليس دائما موجود ولا يمكن أن يتكرر. جميل هالحكي. دكتور حسام من برلاك، تفضل تعقيب أخير. طبعا نحن الموضوع تبعنا مو عن الصحفيين، مع احترام الفلسفيين، الموضوع يتعلق بالعقول وكيفية بناء الأوطان. هي حالة تكاملية كما وصفتها دكتورة عبير. دكتور حسن، نحن نتكلم على موضوع الديمقراطية في بلدنا. ليش في نفس الوقت هناك دول، ربما يقول السائل، هناك دول فيها ديكتاتوريات لكنها استطاعت أن تصنع صناعات متقدمة ومتطورة وأن تصل إلى مراتب الدول العظمى، على مثال الصين. والدليل على ذلك يعود بسبب محاربة الفساد. الفساد هو الذي يدمر البيئة، التطور أو البناء داخل المجتمع. الفساد هو المفسد السلبي. إذا اعترفنا بهذه الحقيقة وحاولنا أن نتعامل بشكل حسيس على جميع المستويات، محاربة الفساد ومحاربة الانتهازية، يمكننا من هنا أن نبني مجتمع صحيح يعطي المجال للعقول لأن تكون في المجال الذي تستحقه. وهذا ما أنا يعني أصريت عليه، الإنسان المناسب في المكان المناسب، وهذا جزء من الأطلاق. أنا أضم صوتي إلى صوتك كمان في هذه الجزئية. يعني للعقول الوطن
وهي يدفع الجميع إلى بناء الوطن. وأنا واثق تماما أننا لدينا القدرة الآن وتجربة يعني يمكن أن نخوضها بشكل سريع في سوريا لبناء سوريا بشكل سريع ولإعطاء المثال بأنها دولة متقدمة ومتطورة وتملك من العقول وتملك من الإمكانيات الهائلة. لكن مع الأسف حتى الآن هذه العقول وهذه الإمكانيات مغيرة بسبب العمل العربي الاستبدادي. دكتور شاهر النهاري بنهي معك الطابلة المستديرة، المباراة لك، تفضل تعقيب أخير. العلوم الإنسانية يجب أن تصل إلى كل العالم. الصحافة داخلية لوكال لا يجب أن تتعدى هذه المناطق، خصوصا لو كان لها توجهات معاكسة لدول معينة أو لأيديولوجيات معينة. أنا أحترم كل صحفي، ولكن عندما يكون معتدل ويكون يعني لا يدخل على المنطقة أو على البلد بيعني شرور أو بيعني أشياء قد تسيء إلى داخل البلد أو إلى شعب البلد. ضيفي من الرياض دكتور شاهر النهاري كاتب ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك على كل الكلام القيمة الذي تفضلت به، وشكرا لك ضيفي من باريس دكتور حسان فرج دكتوراه بالعلوم الدبلوماسية والاستراتيجية على التلبية الدعوة على كل كلام القيم، وشكر لضيفتي من لندن دكتورة عبير الحيالي كاتبة وباحثة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية على كل الإضاءات التي أنرت بها الطاولة المستديرة، وشكر لطاقم عمل الطاولة المستديرة، وشكر أعظم لكم مشاهدينا، دمتم بخير، إلى اللقاء.